مرحبا، حلقة جديدة من برنامج شت حب. اليوم حلقة استثنائية ويا شاعر بصري رائع وصاحب قصائد جميلة. حلقة استثنائية بكل تفاصيلها، كل احنا راح نستمتع بهاي الحلقة انا متأكد. هسه خلونا نرحب بضيفنا الجميل، تفضل ضيفنا وحبيبنا، حياك الله. خلونا نسوي حبة المشاهدين، نرحب بالشاعر حسين سالم عبد المرياني. شاعر حسين المرياني، نرحب بك اجمل ترحيب. فدوى لعيونك. وانت شاعر رائع من البصره الجميله. الاروع يا حبيبي، مساك الله بالخير وتحيه احترام ومحبه لك وللكادر ولكل الناس اللي تشاهدنا، ويا رب يوم سعيد يا حبيبي على كل انسان بكل بقعه بالعالم، ونتمنى نكون خفيفين الظل عليك وعلى المشاهد. يا حبيبي، حكينا بالاشياء اللي مواليدك 94. منذ ادراك الحب تاثرت بنفسي، هاي الاشياء تمام. اليوم الحلقه وزت ما زحنا، لا بالعكس، هو البرنامج طبيعي يعني فريش. احنا وين مثلا شعين برنامج سياسي، هو احنا الغايه نزرع الابتسام. طبعا هذا 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 هدفنا الاساسي. باعتبار حلقه استثنائيه وانا قاعد اليوم مكان الضيف سلمك، فقلت احاورك. انا عجبتني الفكره، حاورني. حاورك؟ حاورني. شو تحب؟ احب كل شيء جميل. اها، اي كل شيء جميل احبه، وانتم من بين اشياء جميلات حبان الله بها فزادتني جمالا. ماذا تكسب من صفات الصقر؟ الاعلامي يجب ان يكون يعني حاد بموقفه بتفاصيله. بس الاعلامي يوضع على عينه برقع؟ لا، شنو عروس مثلا يحطون على عينه برقع؟ مو صقر يتبرقع يا سيد الفاضل. لا، هو الحيوان ذاك، لكن الاعلامي الاعلامي يحطون عليه. يعني ما تخلي برقع من الشر؟ لا لا، تحب تشوفه حتى الشر اهلا به. اه، والعباس اذا شر ويجي وقته اهلا به. عافيه والله. حتى يرمني يقول اذا جاك رضا رضا واذا جاك الزعل زعل. عافيه والله. راح احكي لك العدل زين. اهلها احنا زين. سيد رسلان. اسمك الحقيقي؟ لا 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 لا، مو اسمك الحقيقي. انا اسمي مو رسلان. اه والله لعب. اسمي رسول الموسى والجابري. ونعم الله، الله يعزك. 60 نعم منك. انا لا رسلان ولا حداد، انا اسمي رسول محمد رحيم الموسى والجابري. انت تحد البرامج ان شاء الله. انا بخدمتك. الله يسلمك. على قولة اهلي يقولون احنا ماكينه مال الحين، ما عندنا. وين لقيت هذا الاسم؟ سيد رسلان هذا الاخرين يهدوا لك ورده. انت ايش تهدي لنفسك؟ اهدي لنفسي يعني شو اهدي لها؟ اهدي لها كل الاشياء اللي احبها، يعني انا ما مخلي شيء بنفسي، الاشياء اللي احبها اجيبها يعني بفضل رب العالمين. الله مفضل علينا يعني مسهلها، الحمد لله والشكر. يعني دائما الاشياء اللي اريدها ما واجه صعوبه بفضل الله، يعني اعتبر انا محظوظ نوعا ما. شو تباوع الباكر؟ اباوع لباكر اجمل من اليوم. دائما الانسان مني يتوقع، الامام علي سلام الله عليه يقول كل متوقع ات، فدائما اتوقع الخير، اتوقع الاجمل. شنو عندك مبرر للرجوع؟ مبرر للرجوع؟ ما ارجع، طبع بي ورا المجفين ما اصيح. ها والله، بس انا احب رجوع السهم حتى ينطلق للامام. يجوز انت تحبه. ها والله العظيم، لكن احنا مثلا عندي حكمه. مره واحد سئله وقال له للابناء اعزاء، لا تخوض هاي المعركه، انت ربيتهم وتعبت عليهم. قال لهم الابناء كالسهام، يهمني اصابه الهدف بالسهم، لكن لا يهمني استرجاع السهم، يهمني يصيب الهدف، ما يهمني استرجاعه. حتى ما ناخذ من وقتي اخر رساله لابوك. الله يحفظه ان شاء الله. انا بالمناسبه عندي تحيه لوالدك العزيز. تحيه الى والدي وجدي، وانا عندي مثل ما يقول الخال والد. انا عندي اثنين اباء اذا تحسبها، لان انا ربيت يوم خوالي، فعندي خالي اوجه له تحيه. يعني الخال هو والد، فكيف اذا يا ربي؟ فعندي خالي انا مو سودانيه. ونعم الله، الله يعزك. فخال علي السوداني. إيه؟ هو يعتبر والدي، والدي اللي هو والدي. الله يسلمك. شلون بطتنا بطت بطن بطت؟ اي لا، تحيه الى والدي سيد محمد. تحيه لوالدي، لوالدي سيد محمد الجابري. وتحيه الى والدي اللي رباني ايضا، وتحيه الى والدتي اللي هي حبوبتي ام امي،
لان هي ايضا ربتني والله قبل كل انسان تحبه في دول عمرك قبل على راسه وعلى في دول عمرك الله يحفظ والدي السيد محمد الجابري وجدي السيد رحيم ويحفظ خاله علي السوداني ويحفظ كل اهلي ويحفظ كل احبابه واحبابك يحفظهم حياك الله اللي مكربه هذا ناقص اللي مكربه والربه جتال وربي ثاني خواله واحبهم كلش وانت وفي الله يعزك الله يعزك انا احب خواله وعمامي نفس المعزه يحفظهم لك ويحفظك في دول عمرك يا حبيبي نروح فاصل وبعدها مكملين اكيد بعد هذا الفاصل القصير نرحب بحبيبنا واخونا حسين المرياني يا بعد عمري سيدنا الحبيب يا حبيبي شرفتنا ابو علي والله والله لي الشرف ليش مستمتع انا والله بحضورك فدوى لعيونك هذا من جمال اخلاقك يا حبيبي يا بعد عمري ابو علي عندنا فقره شي تحب ظروف ثلاثه لون ازرق واخضر وذهبي تختار يا لون بس لا أقول لك لو لم يكن أجمل الألوان أزرقها ما اختارها الله لون للسماوات الله 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 نروح على الأزرق على مدار البيت يلا هو أزرق ولو أنا أروح خضرة ها أروح أخضر بابا علي أنا إيه؟ والله شوف هو الله عز وجل حب محمد عرفت شلون صح وخاتم الأنبياء والمرسلين جعله حبيب هاي المرتبة مو أي واحد ينولها صح عرفت شلون فهو الحب سر وجود الحياة إذا ما تحب أمك ما تقدم لها صح وأمك إذا ما تحبك ما تقدم لك أخوك صح. أبوك صح. حبيبتك نبدأ بالسؤال الأول أبو علي يا حبيبي تتعامل مع الأشياء بأصواتها شو تحب أقرب صوت لقلبك صوت الحق الله أي نعم الله مرات يشكون بحسين المرياني انه هو ما اعرف شو اقول شلون يشكون بيشوف معمى يشوف مو ضرير إيه لا هي المفرده إيه المفرده إيه الله عز وجل ذكرها بالقران فهو ماكو ادب اعلى من الخالق صح لو مو صحيح صح فهي هاي الكلمه المفروض تكون قمه الادب يعني تقبل يعني وانا والله لا لك يعني لا ما بيها انت عندك بصيره وبيك ابدا شوف هو الكمال لله لله صح والكمال من الذات الناس اللي يؤمنون بالمظهر راحت همهم هاي الاشياء صح واللي يؤمنون بالجوهر ما يهمهم اي شيء مهم بالمظهر الخارجي اتمنى يا حبيبي يا حبيبي فدوى لعيونك الله يعطيك بصيره اتمنى تكون بدون قيود يا سيد الفاضل فدوى اروح لك سلمك فدوى اروح لوجهك يا حبيبي فدوى وايد ناس تشوف بعينها لكن القلب مالته اعمى لكن انت نعم. قلبك متفتح ومبدع وصاحب كم هذه القصائد الجميله والله العيون لو كل شيء كان صدق انشاف بيهن ايه صح ليش يقولون مرات يشوف حسين المرياني والله هو الشكوك موجوده ايه هي الشكوك شو المواقف اللي خلتهم يقولون يمكن يعني هسه هم ما اعرف بس خاف تنحسب من باب الغرور إحساس؟ لا مو بس هذا هو الإحساس موجود والفطنة ولكن يا سيدي الكريم الإنسان إذا ما يكمل بعين نفسه ما يكمل بعين الآخرين صح أنت اليوم إذا ما واثق من نفسك وما كامل بعين نفسك ما ممكن تترس عين المخرج وتكمل بعينه فيمكن لأن أنا عايش الكمال من داخل يجوز الكمال لله صح بس يعني قصدك كمال الحواس صح إنه ما جعلهن عائق ولا مفكر بيهن يمكن تخلي العالم تحس هيك تحب الشعار الحسيني شو تحب يا طقس من هالطقوس الحسينية والله أحب كل طقس ينتمي أو نابع من حب حلو اليوم سيد رسلان أنت إذا تسوى أي طقس يكون عندك بس المبرر ماله هو الحب لصاحب الشعيرة فأنا أنتمي لهذا الطقس جميل. لأن أنت يعني يمكن جبت الحسين سلام الله عليه أكيد الحسين فضلا عن موقعه الإسلامي الحسين ثار الحسين ثار مهم يقول غاندي يقول تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوم لأنتصر نعم
كل الفلاسفة والكتاب تأثروا بالحسين. نعم. مو من قضية دينية لكن من جانب من جانب ثورة قضية فكرة. الحسين إباء، الحسين رفض، واليوم الشاعر اللي ما يكون رافض لأي ظلم بالدنيا هذا أقرأ على شعر السلام. صح. اللغة العربية ودراستك الأكاديمية نعم إيش ضافت لك؟ والله شوف ضيف لك مسمى إيه، لأن بيني وبينك أغلب الأشياء اللي قريناها هي مرة علينا مثل من عروض يجوز أنت شايف أغلب الأشياء أضافت لي يعني شيء من اللغة من النحو إيه من النحو أو شيء من المسميات إحنا نعرف نكتب هاي الصورة بس ما نعرف شنو اسمها. صح. إيه هسه اليوم فطريا الموضوع لكن إيه يتحول من الفطرة للطريق الأكاديمي. صح صح. شو تحب أي شخصية أو أي إمام تحب تذكره بقصائدك؟ والله الإمام الصادق عليه السلام يقول كلنا سفن النجاة وأوسعنا وأسرعنا سفينة جدي الحسيني. سلام الله عليك. إيه سلام الله عليك يا مولاي أبو عبد الله. ما تسعفني الذاكرة بس أبيات. قبول شهر محرم قلت للإمام الحسين قلت له 10 أشهر فشل وقضيهن ملفق وجل شهرينك ومن مستحى يعرق الله أظل أبكع لروح بمجلس أول يوم أظل أبكع لروح بمجلس أول يوم وباب القبل أذان الفجر يتسرق بس وداعتك لو رد تصيح حسين مثل هدوم عابس قلبي يشقق. الله سلامتك لآخر القصيدة ما حفظك. الله الله. كثير يدعونك الحفلات والجلسات لقراءة الشعر. شو تحب بهاي المناسبات؟ هل هي تكون يعني تزيد النجومية أو المادة أو يعني جانب مادة أو جانب نجومية؟ والله أو جانب شعر للشعر؟ هو شعر إحساسك مشاعرك فما ممكن يتقيم بثمن. صح. فهذا الجانب المادي تخليه على صفحة. صح. والمحافل والنجومية احنا ذن يجن صدفة ويستمرن بالذكاء. صح. ايه يعني اليوم ماكو واحد يقعد يخطط بورقة وقلم حتى يصير نجم. لابد. والشواهد والأدلة كثيرة احنا بغنى عنها. صحيح. ايه صحيح. بس الاستمرارية تحتاج ذكاء. اه. اي نعم. تحتاج ذكاء فعلا. ايه. يعني وصول للنجوم سهل لكن المحافظة عليه. نعم لا هو مو سهل لا يعني هو بالنتيجة مو سهل مرة تجي ضربة حظ يقول ايه تجي ضربة حظ بس الاستمرارية يحتاج لها مادة ويحتاج لها ذكاء ايه أما الوصول للمحافل والأماس الشعرية أنت اليوم صاحب رسالة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مو يقول رسول الله صلى الله صح صح صلى الله عليه وآله وسلم فأنت اليوم مسؤول عن هاي رسالتك أنت محاسب أمام رب العالمين صح. أنا انطيتك هذا الإلهام أو هاي الرسالة وين وصلتها ايش سويت ايش عالجت باكر عندك وقفة أمام الرب فأنت محاسب على هاي رسالتك صح. فهي الغاية الأولى والأخيرة هي رسالتك أنت لازم توصلها صح. تحب الشعر السهل لو الرمز المحمل بالصور؟ والله أحب الشعر اللي ينتمي للجمال. الجمال حب مهم. إيه. فوين ما يكون الجمال أنا انتمي له. أنت جميل. يسلمك. وقلبك جميل. يا بعد عمري. وكلك جميل. سيدنا الحبيب. شو تحب تقرأ على المنصة لو الظهور على الشاشات؟ والله صعد على المنصة. أكيد. أكو رهبة؟ هي مو شغلة أكو رهبة. بس ياخذ تعامل ويا الجماهيريه تحس بيه فروسيه وتحس بيه قياده صح فانا انتمي للقياده يمكن تحسهم تشوفهم وانت يعني تشوفهم مثلا اكيد لازم ايه ايه لازم يعني مثلا انت قلتها يعني بدايه لها قلت يعني ادبيا حتى بالقران مثلا الاعمى يعني انت مثلا اعمى صعد على المنصة ما تشوف الجمال تسمع بس أصواتهم أو أعد أو هيك والله شوف هو مو مثلا تحس بيهم جاي يسوون هو مو كل من يشوفك يدركك
ايه؟ بس كل من يحس بك يدركك. صح، تحس فأنت فيه. أن تحس بالجمهور أهم من أن تشوفه. آه نعم، وهاي الإجابة نعم. انتظرها. نعم أحسنت أبو علي، أحسنت. وأنت يا حبيبي شو تحب؟ أي قصيدة مو إلك ولكن حافظها وتردد بيها دائما؟ والله تسمعها. والله القصائد كثيرة يعني. مثلا من سيد عريان، ابو خلدون الفرح معنا، من كاظم اسماعيل قاطي، مدارس كبيره، من مظفر النوام، زامل سعيد فتاح، والله زهير الدجي، الكثير من الاسماء نسمعها ربتنا وتعلمنا من خلالها وصرنا من خلالها. اشاده من شاعر مهم ما تقدر تنساها؟ يعني يمكن بحكم حبي وقرابتي منه، ولي يعني بيني وبينك حتى ما اخفي كسر لي ان فقدناه. من جبار رشيد. ايش قال له؟ ما اقدر احكيها تتشذب. لا عادي. لا تتشذب. شات احمد ذهبي وشعراء اخرين من البصره. يتشذب خلي ورسول الله جاب رساله سماويه عظيمه تكذب. فعادي يعني. بس مو حلوه انه تتهم بالكذب وشاهدك متوفى. لكن موجودين شهود. بس يا اخي قول. لا رحمه الله على روح جبار. رحمه الله على روح جبار. رحمه الله على روح جبار. لا بدون ما قال هي شهاده من جبار رشيد ما اقدر انساها. لان كانت اول قراءه لي بحضور يعني جبار. بمدرسه شعريه؟ لا بحضور جبار رشيد واحمد ذهبي تحياتنا لهم. والف تحيه وتحيه. احنا ما طول الجمهور هسه يحب يعرف. وجمهور هو الحكم. ايش قال لك جبار رحمه الله على روحه؟ هسه قد يكون بها شيء من المغالات او المجامله. ايه ايش قال من الراحل جبار رشيد رحمه الله عليه؟ قرات قصيده انا ذاك. قال هاي القصيده اهم من عيوني. الله. ايه الله. اي نعم والله. استاذ حسين يا بعد عمر سيدنا الحبيب. بعد عمري. علاقتك مع المنصور ابو الاكبر الافتتاحيه له الله. علاقه شوف دام بالستوريات وبالهاي والابتسامه والطرفه وهاي الاشياء. والله استاذ الاسلام شايف من تشعر بالعجز. فانا عاجز بس راح اقرا بيات يعني وقبل تسال غير سؤال. يحزدون بصحبتك وافتخر وانغر يا ابو عطر الوفا البي غالب والعنبر بحلم مرن العطش والله من فزيت لقيت شفافه قبل شفافي تتفطر لقيت شفافه من العطش تتفطر اكثر مني تنبيه وانا تراب أكثر مني تهتم بي وأنا تراب ما جازيك كون قبالك أتوذر أحبك وأنا مو صاحب فضل تقصير يا أبو موقف زلم بيتنحب وتكبر. أحسنت أبو علي. وأنت التحية على المنصوري. إن فقرة شنو رأيك هسه؟ شنو رأيك نروح الفقرة؟ شنو رأيك؟ والله من رأيك فكم رأيك في ذلك؟ فاصل ومكملين. فقرة شنو رأيك؟ أبو علي راح نستعرض لك صورة وأقول لك بيها وتتعلق علي. لطيف. وأنا بخدمتك. لطيف. تعلم العراقي. الله. هذا انتماء. ايه. هذا يا اخي هواي تعبنا بس يستاهل. والله ايش قد حاولت اكتب له. ايه. بس لقيته اضخم. يا اخي عجيب قطعه قماش بس بيها فد سر يعني تحس تنتمي له من كل جوارحك. صح. بفلان مكان بفلان دولة بفلان مدينة تحس أسيء لهذا العلم العظيم. يا أخي تكون حتى نومتك صعبة حتى أكلتك صعبة. صح. أكو فد ارتباط. إلهي سبحان الله. والله صحيح. والله ارتباط يعني. والله صحيح. أبو
احدى المباريات موقف وصار شقوه العلم العراقي وصار موضوع شايفك هاي السب انا عباك عايش وياي اي بالله بالقران ما اكلت وظليت مرة من الصبح ولا نزلت منشور رغم انا ابتعد عن الامور السياسيه اي نعم نعم نزلت نعم وما نعم قدرت وحكيت وصرت عصبي وخابرون اصدقاء قالوا رسلان اول مره اشوفك يعني هذا الموضوع العلم العراقي خط احمر شوف استاذ الاسلام مرات انت تؤمن بفد مبدا معين وتؤمن بقضيه معينه وتتبنى فد فكر من يصير في التصرف ما تصرف ما انت المفروض ما يصير تغير مبدأك او فكرتك من اجل اجلكم الله كم اما عيخطأ صح لا تتعامل ويا هذا باسلوب معين وتبقى على نفس مبدأك احسنت ابو علي على نفس مبدأك تبقى انت شكرا لك استاذ حسين يا بعد امري المدرسة جبل كاظم القاطع رحمة الله الله استاذ كاظم ايش حافظ القاطع هيك بيتي متت وياي من اول تريد تموت تريد تعيش من تالي كتلتك جا صرت مثلي وتريد تصير كتالي صورة الإمام السيستاني السيد علي السيستاني الله هذا رجل حكيم ايش كاتب أتمنى تسعفني الذاكرة يا صوت الله اللي يصيح أو ساكت يقولون شعبنا بين فتنة مسودة ياما شعبنا العاشقك المسودة اللي هواك شعب مرهون كلمة بشارب إمامة الله. إذا عنك حكى ولا تلتفت مولاي دوم صويح بالله مفشخ الهامة الله الله سلمك النظام السابق الرئيس العراقي السابق صدام حسين يا أخي بدي أصرف التصرف بس ما يليق بالمشاهدين الصنم طاح وقريش تبنت الدعوة العفو الصنم طاح وقريش تبنت الدعوة وهبل وجهك هدمته أولي النظوة يلذ قفص ثلج غسلك يموت الزين وغسلتك وأنا مطش قد زلمت سوا قرصة عقرب وما طيب إلا شويك طبت من سمك ومن شوية تلو حلمت بورد حلمت بورد لما عدمه والعقول ما شفت الورد بس قلت بالكشوة نزور وتقطعنا جفوف واحنا نصيح الجفوف والكفيل اللي ينقطع فدوة جماعية المقابر مثل جيت الغيم سوت موت النجم لكن يرد قوة إذا شبعت بطن ليش الضمير يجوع اذا حق ينوخذ ما ينتظر فتوى القصب ما واقف من نقيسه بالثوار شوك بعينك ومن طاحه ومروه وعلي سيد رسلان وعلي دنق البرد شمان ذكر الهور بالوقفه وعلي تقوى بظهر تقوى والنعم ترى بنادم بكيفه بنادم بكيفه يخلي علمه يصير من يموت لو يا حيف لو فدوة الله وهبل وجهك هدمته هدمته وللأسف من طاح لجب هيئة محمد كل شيء ما سوى الله الله هاي نهاية كل طاغية وكل ضاغية ايه نعم الله لا يعوذك يا يامه صورة للقبر كل احنا نموت تخاف من موت ابو علي؟ ايه شلون؟ ذمه شلون؟ ذمه برقبتك لو موت لا تحكين سالفتي وريد تكون متميزه على الطامات فاتحتي
بتقرير الوفاة، بتقرير الوفاة أي سبب ما مكتوب، لأن دكتوري ما يدري سبب أنت. الله الله، إن شاء الله عمرك طويل أبو علي. قبر مزعج والله، القبر مزعج. شلون يا قلب ودير بالك تنخدع باللون. الموت أبيض لبس بس عشرة مو حلوة. الله الله الله، الاحتلال، كلمة الاحتلال يا أبو علي. الاحتلال علمنا. مش علمنا. هو ظلم بكل أنواع ظلم. بس يا أخي من ظلمك أجنبي تحس بيها ظلم وهضيمة. يا سلام. إيه. شلون؟ إيه. إحنا عبالنا الاحتلال منقذ. بس من طب عرفنا شنو معنى احتلال. غرقنا إنه بالمنقذ غرقك. شاف هاي قل المس اللي يغرق. هاي النتيجة جاي يشوفها أنت. صح. هاي النتيجة. إجاباتك رائعة أستاذ حسين. أنت الأروع. يا حبيبي أنت. هسا عندنا فقرة انجح وربح، لكن بعد الفاصل. أكيد بعد هذا الفاصل وصلنا إلى البارت الأخير من برنامج شو تحب. وعلي فقرة انجح واربح كالتالي، أسألك سؤال تجاوب عليه، كل سؤال تجاوب عليه أعطيك حرف. لطيف. إذا تجاوب على سؤال كلها تجمع عندك حروف لشخصية ورمز عراقي معروف. لطيف. عدل؟ نعم. نبدي بأول سؤال. ما هو الحيوان الذي فقط يحرك فكه العلوي أو العلوي عند الأكل؟ ما أعرفه. نقدر نقول التنين؟ أوقف خاف التنين. ما هو الحيوان الذي فقط يحرك فكه العلوي عند الأكل؟ والله ما أعرف. تمساح. عيدة في رفك. ما يصير ما يصير. السؤال الثاني، ما اسم الدابة التي أعرج بها النبي إلى السماء؟ البراق. صح، جواب صحيح. جميل أبو علي، سلمك. هذا حرف الحاء، عندك حرف نقص. أنا راح أجمع لك الأحرف. يمي. لا يمي. يمي. لعبت الأحرف. أنا راح أجمع لك كمان وبخدمتك. سوي وياك سلفة هسه، انا ما اعرف نخلص الاجوبه استلمها. تستلمها الاول بشرط ان شاء الله تلول. يا عمرو انت طيبتك وبشعرك يا بعد روح. سلمك سيد. ماذا تسمى الحفره العميقه؟ الهاويه. جميل. خادم وممنون. هذا حرف الميم. الكاميرا خذيه هسه عندك. حاء ميم. هاي شلون ميم نون مال مدرسة المشاغبين؟ حاء ميم. صبورة ما تكفي. ما اسم المعركة التي حدثت بين الإمام علي بن أبي طالب والخوارج؟ والله العظيم النهروان. اي صح. والله العظيم النهروان. عيد لي الأول سؤال هو العيد لي في شرفك. عيد لك يا بعد. بدك نقص حرف. شاتريتين كلهن. هسه هذا حرف الدال. حاء ميم دال. بعد عزة بس واو ياء وسر حمودي. ما الحيوان الذي يبكي عندما يكون حزينا؟ الجمل. خطأ. ليش؟ الفيل. وجمل هم يبكي؟ اي جمل، كل الحيوانات تبكي. ماذا يسمى المكان بين الجنة والنار؟ السور مذكور بالقرآن. إيه نعم، مو السور ال 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 الأف ال ال الأع الأعراف. الأعراف. صح. إيه صح. الأعراف. صح. هذا الحرف الآخر. هسا شو تحب أسألك؟ ماذا يعني اسم الكوفة؟ الكوفة؟ اي لا ما اعرفه. الرمال الحمراء.
عشان ما يصير ثلاث حروف نقص هواي بشرفك. عندك حرفين هسه ثلاث. لا بشرفك عندي ثلاث حروف. بشرفك هسه اعطيك الثلاث حروف. راح اسالك اسئله. بشرفك من شنو بالكوفه؟ شو تحب اسالك؟ يلا تقلون اسالك بالرياضه بالفن بالثقافه شو تريد؟ والله بكيفك، تريد تسالني عن زير سالم، تريد تسالني بالشعر، تريد تسالني لا مو كلش قوي بالتاريخ. من القائل؟ هذا الذي البطحاء تعرف وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. الدعبل. لا خطأ، الفرزدق. الفرزدق العفو. قل الدعبل. والله أخي العظيم الفرزدق ببالي. قل الدعبل يا أخي، بس رحت على دعبل يوم زمان ما مصادق. اي صح، لكن هو شلون ما اعرفه زي العابدين. اي شلون ما اعرفه؟ نعم شلون ما اعرفه؟ الإمام الصادق بن محمد الباقر والقرآن عرفه ومر على القصيدة كلها صح. شلون قصيدة الفرزدق؟ بعد اسألك كيفك؟ شو تريد انت؟ شنو قل لي وانا خارج. كيفك انت بالشعر؟ تريد جاهلي كيفك بالشعر الجاهلي؟ عروة بن الورد. لا هواي عروة بن الورد. لا غير من اللي من شو اسمهم عروة بن الورد. لا اخوي ذول من الصعاليك، انا مو من جماعه الصعاليك. والله لا هو كان من الامراء لكن تصعلك من اجل الفقراء. نعم اي هو وشنفره ايضا. شنفره ايه. طيب الليث الرهيص من؟ الليث الرهيص. الليث الرهيص إيه؟ هو الليث الرهيص. اي بيا زمن. والله ما اعرفه. ها والله في زمن عنتره. لا رسلان هاي مو اسئله. ليش مو اسئله؟ والله مو اسئله. جاي تسالني على الادب وعلى الشعر. جاي لا مو اسئله هاي. شو تريد قل لي؟ يلا انا حاضر. اسالني. يلا رونالدو البرتغالي كم جول عنده ويا ريال مدريد؟ بقد الاهداف اللي مسجلها. لا لا صدق. والله ما اعرف. مثل شفت الحكم. مثل شفت رونالدو البرازيلي كم هدف عنده بكاس العالم؟ وين اعرفه ذني؟ انا انا رجال مو رياضي. بالشعر؟ بالشعر سال كمل على الاقل. تريد بالشعر اقرا لك ابيات؟ يلا اقرا ابيات. تريد تسولف عن زير سالم؟ يلا سولف عن زير سالم. يلا سولف عن زير سالم. يلا شو تريد؟ يلا اقرا لي اربع ابيات من وصيه كليب بن ربيعه وائل بن ربيعه لاخيه زير سالم. ايه ابى اكتب لك وصيه يا مهلهل. 10 أبيات تفهمها البكارة. الذكاء. نعم. ذكي يعني الذكي. الذكاء. بكتب لك وصية. بكتب لك وصية يا مهلهل. 10 أبيات تفهمها الذكارة. أول بيت. أول بيت. قلت الزير خي. شديد الباس. قهار العدى. قهار العدى نعم. وثاني بيت. لا والثالث يوصي باليمامة. الثاني بمن يوصي؟ السادس يلا. سادس بيت جساس غدرني. شوف الجرح ينطيك النباه. يا اخي شو القضيه والله. عم عاشر بيت يلا اقرا العاشر بيت واعطيك درجه. تاسع بيت بالك لا تصالح. وان صالحت شكوتك لله. وعاشر بيت ايه؟ ان صالحت انا وياك لقاضي القضاة لله. هاي دليل انه كانوا موحدين. شرف حافظا؟ ها؟ شرف حافظا؟ اني؟ ايه قسما بالله حافظ العشون هسه انا جاي. لا والله. والله؟ عم انا الابيات ما حافظا لان ما لا تحمل شوقي. ها؟ الابيات ما حفظت لان ما لا تحمل شوقي. شنو ما لا تحمل شوقي؟ ذني الابيات؟ ذني كتب ابن احمد شوقي ذني. اي بس هن ذني وصيه كليب بالمسلسل. لا مو اسمه مسلسل. لا 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 مو صحيحه. لا 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 كتاب ابن احمد شوقي. لا لا كتاب ابن احمد شوقي. متاكد من معلومتك؟ لا انا متاكد منه. انا متاكد. هاي تدري شنو؟ ايه البسوس دزت العبد مالته ان شاء الله كنا عبيد الله. قالت له حزره سحين ما قتل جساس. جساس كتب على الصخره وهي بوقتها وعيونك ذن الابيات لحم الشوقي كتب مالك. وصيه بس مو 10 ابيات. لا 10 ابيات براحتك وداعتك. ايه تحياتنا احمد مطر. شو اسمه؟ احمد شوقي. احمد شوقي ان شاء الله كلهم مبدعين. بعد شو تريد هسه اسالك؟ والله ما ادري كيفك يعني ما احب اسئله انا اطرحها اخليها واجاوب عليها. الذي سرق حصان كليب من الزير. من الزير شرحبيب. شرحبيل. شرحبيل؟ ايه. عبالي شرحبيب. شرحبيب هذا شر حبيبي. ايه. اجابتك صح. بس اخذت هسه عندك الاحرف راح اجمع لك اياهم. بس رد لي اياهم. راح ارد لك اياهم وانت شوفهم. ميم حاء. انت ما ترى ما قلت لي بالاحرف الاخيره. ايه. ميم حاء دال. يلا راح اعطيك اول اسم احمد وهو شاعر مهم. رمز. مهم جدا. مبين احمد مطر اللي انخلته ببالك. اللي انخلته ببالك. اللي انخلته ببالك. خليته ببالك وقلت احمد مطر. قلت احسن شوف. فصاحة شاعر.
احسنت فصاحة شاعر. انت شاعر مهم يا بعد ابو علي. هي المسابقة مو قدر انه استعراض للضيف او المقدم بقدر ما هي فائدة للمشاهدين. نعم. وثقافة عامة. واللي يعرف يعرف واللي ما يعرف على الراس. وانت كنت ضيف رائع ومبدع. وانت الاروع فدو. انت الاجمل يا حبيبي والانقى. يسلمك يا حبيبي ويوفقك في دول عمرك. اخذت 50% وعشرة من عدي 60. لا نجح قرار 60. ما حد تقني تقني ما حد تقني. ايش كان معدلك بالسادس؟ معدلي بالسادس 78. حلو تقريبا 65 هيك. انا 76. انا اعلم منك بس بالسادس. لا هو بس بالسادس 76. ايه بس انا يعني 78 اكثر يعني. اي انا كانت دراستي وبالسادس يعني انا كان مخططي. يعني ما ردت هذا الليفل العالي يعني 90 و80. كنت تسمع وتقرا؟ اي نعم احفظ يعني. اي من خلال شو اسمه يعني كنت انا من ايام اللغه العربيه من ايام المتوسط انا اريد لغه عربيه. الله يوفقك ابو علي. يسلمك يا حبيبي استاذ حسين المرياني شاعر جميل من البصره الجميله. تحيه حب لك والكادر والقناتكم الرائعه يا حبيبي يا بعد عمري. شكرا لك وشكرا لحضورك. يوفقك. وشكرا لمخرجنا ومعدنا ومصورينا. والشكر لكم احبتي المشاهدين. نشوفكم على خير.